كتلة هوائية باردة نسبيا، رياح نشطة وغبار متوقع على المنطقة الشمالية خلال الساعات القادمة. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. تبدأ المنطقة الشمالية تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر منطقة بلاد الشام. تبدأ تأثيراتها بشكل ملموس اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء، وتستمر تأثيراتها حتى نهاية الأسبوع. الظواهر الجوية المترافقة مع هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا هي انقلاب حراري حاد على درجة الحرارة، رياح نشطة أيضا تعمل على إثارة الأتربة والغبار. خرائط توزيع درجة الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة، واعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء، نهار اليوم الثلاثاء تستمر المنطقة الشمالية بالتأثر بكتلة هوائية دافئة قادمة من القارة الإفريقية، لكن تدريجيا تتقدم هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا عبر شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام لتبدأ تأثيراتها على المنطقة الشمالية اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء. تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وملموس، تنشط أيضا الرياح المثيرة للأتربة والغبار في شمال منطقة تبوك أذن الجوف الحدود الشمالية، في حين تستمر الأجواء نستطيع أن نصفها بأنها دافئة إلى معتدلة خلال ساعات النهار، تميل للبرودة خلال ساعات الليل في باقي مناطق المملكة. درجة الحرارة تكون حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق باستثناء كما ذكرنا المنطقة الشمالية وأجزاء من أقصى جنوب شرق المملكة، حيث تتأثر هذه المناطق بكتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد. تكون بشكل ملموس أو محسوسة هذه البرودة بشكل أكبر خلال ساعات الليل لتسود أجواء باردة بشكل لافت في هذه المناطق. ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء بشكل عام صافية مع 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة 14 درجة مئوية. الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 27 إلى 16 درجة مئوية، يوم الخميس 28 إلى 13 درجة مئوية، وانخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة 23 إلى 12 درجة مئوية. هذا الانخفاض ناتج عن اندفاع للكتلة الهوائية الباردة نسبيا التي تحدثنا عنها بأنها ستؤثر على المنطقة الشمالية، لكن خلال نهاية الأسبوع يوم الجمعة ستصل تأثيراتها نحو المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ من المنطقة الشمالية. تبوك 26 إلى 6، سكاكا 26 إلى 10، وعرعر 25 إلى 9 درجات مئوية. المدينة المنورة أجواء صافية بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 19، جدة 32 إلى 24 مع أجواء صافية، مكة المكرمة 34 إلى 21، والطائف 25 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء صافية مع 21 إلى 10 في منطقة الباحة، أبها 23 إلى 9، وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية مع الدمام 27 إلى 18، حفر الباطن 28 إلى 15، والإحساء 28 إلى 16 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى. العاصمة الرياض 27 إلى 16، بريدة 28 إلى 14، وحائل 30 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.